بشرى من فاس. لالا بشرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيدايرة لالا بشرى؟ لاباس عليها؟ لاباس ربي يخليك اختي. لالا اختك. أنا هذه ثاني مشاركة معكم، ليا الشرف. لينا الشرف. لالا بشرى مرحبا بك، نهار كبير هذا. الله يبارك فيك. أنا عندي واحد حلوة ديال التمر والشكلاط والكركاع ما كطيبش. عندنا التمر معجون هذاك اللي كيتباع في الباكيات، كنعدو كيلو. يعني كيلو ديال العقدة ديال التمر. نعم، كنزيدو عليه واحد الزلافة ديال الكاوكاو محمر ومهرمش. زلافة ديال الكاوكاو محمر ومهرمش. مهرمش بالقشور ديالو. بالقشور ديالو. كنجمعهم مزيان، كنصنعو منهم كويورات، كويورات صغارين. نعم. كناخدو الشكلاط موداد، كنغطسوهم فيهم، كنهزوهم، ملي كنهزوهم كنحطوهم واحد فوق واحد الفيلم غذائي. ايه. ومن بعد كناخدو طريف ديال الكركاع، كنمسكوها فوق منها، كنمسكوها مزيان حتى كتدخل شويه. تدخل. واللي ما عندوش راه يمكن ياخذ، يمكن ناخذ الكركاع ولا اللوز، اللوز نقسمو على جوج ونساوي نسكوه من فوق، كتجي مزيونه الصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. إلا مازال شي وقت نعطيك غريبه الكاوكاو والكو، كتجي معلكه. انا عاد درتها السمانه اللي دازت. نعم. واخا لا بشرى تفضلي. عندنا نص كيلو ديال الكاوكاو محمر ومطحون بالقشور ديالو، كنزيدو عليه نص كيلو ديال الكوك. نص كيلو ديال الكوك. نعم. وسته ديال البيضات. جوج خمارات. جوج خمارات. زلافه ديال السنيده. زلافه ديال السنيده. زلافه ديال الزبده دايبه مكمله بالزيت. زلافه ديال الزبده دايبه مكمله بالزيت. وعندنا جوج معالق ديال الكونفيتير، هذه كتجي ممتازه، كيجي معلكه ممتازه. كنجمعو الخليط كامل، كنخليوه كيرتاح، كنغطيو عليه بواحد السور فيليزي، كنخليوه يرتاح شويه. كناخذو كنغطيو يدينا في ماء زهر، كنكوروها، كنمردوها في سكر كلاصي. وكتوضع في، كتوضع في الفرن. الفران. كتشق شويه عاد كنطلعوها للفوق، كتجي هائله بالصحه والراحه.